وهي عملت ايه؟ ليلى ركب ودموعها غرقت هدومها وهي بتقولي انها مضطره انها تضحي عشاني وعشان سمعتي وتجارتي. بنت اصول يا رب. بس الناس دي هاي لايف قوي يا حسيني. الباشا اصر يدفع المهر كله دفعه واحده 10,000 جنيه بالتمام والكمال. كان المفروض 5 معجل و5 مؤجل. قال لك لا كله معجل كله معجل. سددت الكميالات اللي عليا وقلت بقى ارجع المحل لاصله. خير ما فعلت خير ما فعلت. انما انت كنت جاي منين كده؟ كنت بدور على ابني يا صاحبي.